هستأذن فريق العمل مقادير السمك البوري مشوي في الفرن. المقادير على الشاشة. معانا بوري تقريبا من الوزن الحباية تعمل من 500 ل 600 جرام. بوري من خير مزارعنا اهو زي الفل. الحباية متنظفة الخياشيم ومتشال الصدف بتاعها زي الفل، ومتشال البطن بتاعتها زي الفل، وجاهزة تتعمل مشوي في الفرن زيت وليمون. نشوف هنعملها مع بعض ازاي، ونشيل دي من هنا عشان نوسع لنفسنا شوية. واحدة واحدة كده مع بعض اهو. ازاي نعمل بوري مشوي زيت وليمون؟ والمقادير على الشاشة يا أستاذة رحاب بتقولها مع بعض. ذكريني، سمك بوري وعصير ليمون. الله، حلوة. وهي التوابل دي بالظبط كده مع الملح والفلفل وشوية الكمون الحلوين. طيب ادي السمك معانا، هنجيب كسرولة كده. اللهم صل على النبي. وهناخد السمكة البوري الحلوة دي كده نعمل لها تتبيلة حلوة واحنا واقفين مع بعض عشان نحطه في الفرن كمان. بس انا عامل تركية حلوة كده علشان تعمليه في البيت بطريقة صح وحلوة. توم طازة، واحط مع التوم الطازة ده مكعبين من الزبدة. شفت الجديد بقى؟ اهو زي الفل. توم طازة مكعبين من الزبدة. واحدة واحدة مع بعض، واحط عليهم معلقتين من الزيت. هعمل عجينة كده. هتشوف العجينة دي هتروح على فين؟ اهو. حلو الكلام؟ زي الفل. وننزل بالبهارات بتاعتنا، كمون وكزبرة وشوية كركم وشوية بابريكا حلوين. ندلع التتبيلة دي اهو. اللهم صل على النبي. ملاحظة حاجة هنا، كله على النار، الشوربة على النار بتغلي والكبسة على النار بتستوي. وكمان يا عم الشيف البوري المشوي هيخش الفرن دلوقتي ونبص هنشوف هيتعمل ازاي. الخلطة دي معانا كده زي الفل. عجنها كده بالعلقة بالشكل ده كده. شفت الجو ده كده اهو. وجود الزبدة هنا بيديني خليط ويديني معجون كريمي كده حلو. هحطه في ظهر السمكة. هحطه فين يا عم الشيف؟ في ظهر السمكة. فوجود الزبدة بيثبت المعجون ده كده او الخلطة دي كده اهو بالشكل ده كده اهو. ونشوف هنشتغل ازاي فيها اهو. تقوم الزبدة دي لما تسيح تنزل ما بين لحم السمكة وظهر السمكة البوري تغذيها. كده كده سمكة البوري بتبقى الدسمة بتاعتها اقل دسمة من بعض الاسماك التانية. شفت الخلطة دي مهمة جدا زي الفل. اخليهم كده على جنب ونحط عليهم عصرة ليمون صغيرة. بس خلاص. حلو. دي قال لي 4 حبات سمك حلوة قوي. هنخلي دي على جنب ونمسك السمك البوري الحلو ده كده نشوف هنشتغل فيه ازاي. ايه المشاكل اللي بتحصل مع السمك المشوي بالذات في الفرن او في البيت؟ يجي الباشا جوزك او الضيوف يفتحوا السمكة بيلاقوا دب ما بين السلسلة وما بين لحم السمكة. يجي سايب السمكة ويجي قايم انا شبعت. في بعض الناس اول ما بتشوف الدم في السمك بتقوم على طول ما بتكملش، وفي ناس تكمل تقول لك انا بحبه ايه تسويته كده وزي الفل تمام، وفي واحد يقول لك طب سويها لي شويه وهكذا. فتعالوا مع بعض نحل المشاكل ديت واحنا شغالين كده. بعمل ايه؟ سكينه حاميه زي دي كده في الزيت وليمون. باجي هنا كده السكينه بتنزل هنا كده. انا سامح هنا السلسله بتاعه السمكه بتعارض السكينه وتهاجم السكين اهو الفتحه دي اهو. ونفس القصه هنا اهو الفتحه دي لغايه كده اهو. نفس القصه اهو السلسله نفسها اهو ونفس القصه اهو وتعالي بقى للخليط الحلو ده كده اللي موجود معانا من شويه بايدي كده. اللهم صل على النبي اهو. واخد كده وادخل هنا كده اهو زي ما بتتعاملي مع الفخده الضاني تحشيها توم وروزماري اهو. ما عملتش حاجه انا اهو الزيت وليمون اهو على طريقه المغازي اهو. زبده، توابل، شمر، ملح وفلفل، كمون، كزبره، عصره ليمون، والبطل هنا الزبده في قلب الظهريه. ويكون عندك جريلا سخنه ويكون عندك فرن درجه حرارته عاليه جدا. حلو الكلام. انا مش هرمي اللي في قلب الكاسرولة ده، انا عايزه. خلي بالك اللي في قلب الكاسرولة ده انا عايزه. كده السمك تمام زي الفل. هخلي دي على جنب عشان عايزها واشيل ده كده وتعالوا نشوف نكمل مع بعض ازاي. طيب نخش على اللي بعده نشوف اخبار الكبسه اهو. فاكرين معلقتين الزيت دول؟ عايزهم انا هناخد الكبسه نخليها هنا ومعانا جريلا سخنه في الفرن هنطلعها مع بعض اهي. جريلا شديده الحراره اهي. اللهم صل على النبي. هننزل بقى كده هنا
بالراحة. سخنة جدا جريلا دي، سخنة جدا. هعمل ايه يا عم الشيب بقى؟ فاكرين ولا ناسيين؟ معلقتين الزيت اللي معايا من البداية خالص، من ساعة ما كنت بحمر بصلاية للكبسة، محتفظ بيهم، خدت منهم شوية للشوربة وباقي معايا معلقتين. يا دلعك يا دلعك يا دلعك لما تشتغل بمزاج يا مغاز. واخد السمك البوري ده يا عم الشيف، السمكية زي ما هي كده امسكها من ديلها، تعالي يا طيبة. وانزل بقى هنا. حلو كده، ونفس القصة دي هنا. ونفس القصة دي هنا. ونفس القصة دي هنا. اللهم صل على النبي. الصورة الحلوة من خير مزارعنا تتحدث عن نفسها. اريح السمكية كده، وسبحان الله جاية بالبركة. الجريل على قد السمكة، مرزق يا مغازي. كل دول مع بعض يا عم الشيف، نجهز الخلطة بتاعتنا بقى الحلوة، واحنا جنبيهم كده زي الفل في قلب الكاسرولة. شوية كزبرة حلوين ناعمين كده زي الفل، سنة شبت محترمة معاهم، كل ده مع بعضه. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوة الصورة الحلوة دي؟ الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها يا عمور؟ أكيد طبعا. فص توم ني زي الفل، عصرة ليمون حلوة محترمة لأنه سمك مشوي بالزيت والليمون. حلو، معلقتين زيت زيتون محترمين حلوين، تمام. سنة ملح صغيرة عشان الطعم ما يفصلش معانا. كل دول مع بعض يا شيف. وناخد الخليط ده كده، هنطفي بيه السمك ده كده وندخله الفرن. زي الفل، واحدة واحدة. ركزين. الكاسرولة دي مهمة جدا، خلي بالك ده المطبخ. هتقول لي بقى الكاسرولة بالجناب وشغل السيما ده؟ لا، هو ده المطبخ. ما هو انا مش شغال في عيادة معمل، لا، وده لازم. انا شغال وعندك معلقتين زيت حلوين، دولت حبايبي، دول ما فرطتش فيهم، دول فيهم الخير كله. هنا يلا زي الفل. هناخد الخلطة دي يا عم الشيف زي ما هي كده، زي ما هي. السمك خد الصدمة النارية، السمكة حست بدرجة الحرارة زي الفل. معانا على الجريلا سخنة اهي، تمام. وهنا كمان نعلي النار. انا عايز بس السمكة تاخد صدمة كده وتاخد البصمة بتاعة المشوي في قلب الجريلا الحلوة بتاعتي زي الفل كده. أأمن على الفرن، أخباره إيه؟ درجة الحرارة بتاعته 180، اللهم صل على النبي. واظبط الشبكة بتاعة الفرن تتحط في المكان المناسب. إيه المكان المناسب؟ تتحط في نص الفرن، علشان أنا أحط السمك ده في نص الفرن بالشكل ده كده. شفت التحضيرات ديت مهمة جدا. الشبكة دي تنزل هنا كده، ويلا مع بعض الشباب الحلوين. الصورة الحلوة واللمسات الحلوة والتفاصيل عندنا على شاشة القناة الأولى. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، الجيران فين والحبايب فين؟ ما تقدريش تخبي وتقولي أنا مش عاملة سمك النهاردة يا عالمي. حلو، على فين؟ على فين؟ درجة حرارة الفرن عندي 180، صل على الحبيب قلبك يطيب. هناخد دي كلها مع بعضيها، اللهم صل على النبي. زي ما هي، على فين يا شيف؟ اللهم صل على النبي، في الفرن. اهي عينيا عينيا. النظره الاخيره لاربع سمكات بوري، وزن الحبه يتراوح ما بين 500 و600 جرام، حجمها كبير، ظهرها زي الفل. هندخلها الفرن. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. بحلك سرك يا ابو الشيف، معايا مكعبين زبده حلوين للامانه، وحطيت علوب علي زيت علشان ما يتحرقوش مني، ومعانا شويه عصير ليمون، وبعمل حاجه كده صلصه من الزبده والليمون. دول بيستعدوا ويهللوا لشويه بوري طالعين من الفرن دلوقتي زي الفل، وهتبلهم. الخلطه دي مهمه جدا. تتبيلتك ليهم يا عم الشيف شويه فلفل صغيرين كده، وشويه ملح صغيرين كده، وشويه شمر ناعمين، مع شوية كمون صغيرين. دولت بقى أي زفارة في السمكة، لو شميت ريحة زفارة أنا دفاع للسمك ده. حلو الكلام؟ بس خلاص. وأقلب كده. هم ده. شفت بقى الخلطة دي؟ زبدة، عصير ليمون، والتوابل بتاعتنا ملح وفلفل وكمون وشمر. جاهزين كده بره النار. السمك يطلع من الفرن، ننزل عليهم بالخلطة دي. حلو الكلام؟ نطلع البوري الحلو ده كده عشان نزغلل عين المخرج. بس في تركايه هنا مش هقول لك عليها،
غير لما تصلي على الحبيب قلبك يطيب. ايه التركايه؟ السمك البوري المشوي ده نزل منه شويه جوسي حلوين وشويه بيون حلوين، هعمل ايه؟ هاخد منهم شويه كده وانزل بهم هنا على الصلصه اللي انا عاملها. يا ويلي يا ويلي لما المغازي يبدع وارجع بيها تاني. اهو هنا اهو ده السمك البوري اهو، واخد الصلصه الحلوه دي كده اقلبها اللي هي عباره عن زبده ومعلقه نشا وعصير ليمون والجوسي والبيون والبهريز. عينيا عينيا هنزل بيهم على وش. انت قلت له 12 دقيقه قبل ما اطلع، عدوا بسرعه ليه كده؟ والوقت الحلو بيعدي بسرعه ليه يا اخوانا؟ بس اهو اهو اهو. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه ده استاذ رحاب؟ اطلع لنا مقادير بلح الشام، ربنا يكرمك كده. الاول نشوفه سمك مشوي زيت وليمون. اللهم صل على النبي.